أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامج الجدعان. انفردنا ببرنامج الجدعان حصريا بحكاية القمح النووي اللي نجح علماء هيئة الطاقة الذرية في إنتاجه. هي طفرات من حوالي 35 سلالة من القمح المصري. هذه الطفرات هي أمل مصر لتحقيق الاكتفاء الذاتي. احنا الفترة اللي جاية داخلين على تسجيل هذه الأصناف في لجنة تسجيل الأصناف في مركز البحوث الزراعية، وكلنا أمل تسجيل هذه الأصناف بشكل سريع جدا حتى يمكن طرح تقاوي هذه الأصناف في السوق المحلي. احنا بنتكلم في طفرات يمكن أن تغير ميزان استيراد مصر للقمح من الخارج. خلال الأيام المقبلة السيد هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة في مجلس النواب طمنا وقال إن في وفد رفيع المستوى من مجلس النواب سيزور أرض إنشاص المزروع فيها طفرات القمح المصري. هذه الطفرات هي أمل مصر مرة أخرى لتحقيق الاكتفاء الذاتي، وقال إن احنا هنزورها عشان نشوف هذه الطفرات، ونتوجه بالشكر إلى كل عالم مصري شارك في إنتاج هذه الطفرات. خلي بال حضراتكم، الناس دي في هيئة الطاقة الذرية بقالهم 10 و15 سنة بيشتغلوا على إنتاج هذه الطفرات. أجيال من العلماء فانت عمرها عشان تقدر تطلع لمصر طفرات من القمح تتميز بالثبات والجودة والإنتاجية العالية ومقاومة الأمراض. يعني مفيش أفضل من كده. هذه الأصناف ستكون حديث العالم. خليكم معانا عشان نشوف فقراتنا ايه النهاردة في برنامج الجدعان. وزي ما قلنا لحضراتكم حلقتنا النهاردة ساعتين كاملين.